جدل واسع بعد بث أغنية بيلا تشاو بدلا من الأذان في عدد من مساجد أزمير التركية. أكدت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية ساحة مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تظهر بث أغنية بيلا تشاو الإيطالية التورية من مآدد مساجد في تركيا. وأوضحت الوكالة أن بث الأغنية حدث بعد اختراق نظام الأذان المركزي، وأشارت كذلك إلى أنه في حوالي الساعة 5 من مساء الأربعاء الماضي في مناطق مختلفة من مقاطعة إزمير سمع من خلال مكبرات الصوت على منابر عدة مساجد الأغنية الإيطالية بدلا من الأذان. وأضافت أنه فور انتشار مقاطع فيديو في الشبكات الاجتماعية قدمت شكوى إلى السلطات لإجراء تحقيق في الحادث، فيما أعلن مفتي مدينة إزمير عن بدء التحقيق في بث الأغنية الإيطالية في مآذن مساجد مدينة إزمير في توقيت متزامن. وأوضحت الأناضول أن الشرطة التركية احتجزت سيدة بعد اختراق نظام الأذان المركزي وبث الأغنية، ورأت وكالة الأنباء التركية الرسمية أن الحسابات التي نشرت التسجيل على السوشيال ميديا تعمدت إخراج الخبر عن سياقه وتوجيه انتقادات للحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.